نتكلم عليها المره دي. احنا قلنا الاستابيليتي راوت كرايتيريا دي الطريقه اللي الناس بتستخدمها عشان يستنتج السيستم ستيبل من خلال زي ما قلنا الفيرست كولوم اللي بيتكون فيه الاري بتاعته وبيشوف اذا كان في تغير في الاشارات فيها. ده معناه انه في بعض البولز موجوده في الرايت هاند سايد او السيستم ان ستيبل. لو ما فيش اي تغير في الاشاره يبقى معناه انا بتكلم على ان الايه السيستم ستيبل. وقلنا ان الكونديشنز الاستابيليتي انه البولينوميال بتتكون من 1 زائد جي اتش بتساوي 0 كل الاكسبوننشلز موجوده فيها وان يعني كل الكوفيشنز بتاعت الاكسبوننشال موجوده وانه كل الكوفيشنز ليها نفس الاشاره سواء ان هي بوزيتيف او ايه او نيجاتيف. لكن دي بنسميها نيسيسري كونديشنز بات نوت سفيشنت غير كافي. تمام الكافي ان احنا نطبق راوس كرايتيريا ونتاكد انه الكولوم اللي بيتكون في الايه في الراوس اري كله زي ما قلنا ما بقاش فيه اي تغيير للاشاره من اول كوفيشن في الفيرست رو لغايه اخر بارامتر في الرو ده. طيب وقلنا كمان في بعض الاكزامبلز ان احنا عملنا اكستنشن للموضوع بانه مش مجرد ان انا بتست الاستابيليتي انا كمان ممكن اديزاين كنترولر زي الجين على سبيل المثال او ممكن يكون بوزيشن من البوزيشن بتاعت البولز محتاج اضيفها يبقى اختاره بيزد على ايه؟ بيزد على ان انا احقق الاستابيليتي يعني اختار قيمه الكي زي ما شفنا هنا على سبيل المثال بحيث انه الكي تبقى في رينج اللي هو ستيبل سيستم ودوت نفس الاكزامبل الموجود في بدايه السلايدز بتاعت البرزنتيشن دي وكان الكي بتاعتنا 3 كانت فعلا السيستم ستيبل فيها لما كانت 7 لان السيستم ايه؟ انستيبل. فممكن من خلال الراوس كرايتيريا كمان اقدر اعمل ديزاين للكنترولر مش بس للجيم بتاعي كمان في الاكزامبل دوت مش الجيم بس للاستابيليتي كمان في الاكزامبل ده حقق الاستابيليتي وحقق كمان انه السيتلنج تايم يبقى باثنين. ازاي؟ لانه بدل ما يشتغل على ان ده الريفرنس بتاعه نقل الاحداثيات للريفرنس ده وخلى السيستم او طبق راوس كرايتيريا على الشمال من اللاين ده معناه ان دايما زيتا اوميجا ان اكبر من 2 يعني معناه السيتلنج تايم بتاعي اللي هي 4 على زيتا اوميجا ان دايما اقل من او تساوي 2 سنت. طيب قلنا بقى ان احنا في عندنا 2 سبيشال كيسز هيظهروا لنا في الايه واحنا بنكون الراوس اري. طبعا الاكزامبل اللي قدامنا ده بس لنا السبيشال كيس رقم 1 اللي هو بيقول لي زيرو اليمنت اوكيرز ات ذا فيرست كولوم اند اول اذر اليمنتس ان ذا سيم رو ار نون زيرو. يعني وانا بكون الروز بتاعتي واحد من الروز يظهر لي فيه صفر في اول كولوم بس الكولومز اللي بعد كده يطلع لي فيها قيم. الاكزامبل اللي قدامنا ده باي ديفولت احنا عارفين ان السيستم ستيبل ولا انستيبل فيه؟ انستيبل باي ديفولت لان احنا بنتكلم انه الاس تربيع مش موجوده وان عندي كمان نيجاتيف ساين عند الاس بينما الباقي كلهم ايه بوزيتيف ساين. طيب المثال بيتكلم كالاتي بيتكلم على انه الاس تكعيب نسخه الفاليوز بتاعتها اللي عباره عن واحد ناقص 3 لكن واقع عندنا هنا الاس تربيع يعني معناها الكوفيشن بتاعها زيرو والايه الاس اختبار زيرو او كونستنت باتنين. شكرا. طيب ده الكيس اللي احنا بنتكلم عليه يعني انا عندي صفر هنا تمام بس عندي بقيه الاليمنتس بتاعت نفس الروضه فيها ايه؟ فيها قيم. فبيقول لي في الحاله دي انا مش هقدر اكمل ان انا بختار ده بيفوت محتاج اقسم عليه تمام فمش هقدر اكمل كمان. فبيقول لي افترض انه الزيرو ده عباره عن طبعا ده اللي احنا بنقول عليه هنا ده مش هقدر اعمل الكلام ده. فبيقول لي افترض انه الزيرو ده قيمه ابسون ابسون دي تندس تو زيرو فقط عشان اقدر اكمل الايه الحسابات بتاعتي. فالفرضيه دي تخليني اقول انه الزيرو ده اشيله واعوض عنه بابسون وابسون تندس تو زيرو وابتدي احسب بيزد على الايه قيمه الابسون ديت ان هو فيها البيفوت فالواحد والابسون ناقص 3 و2 واقسم على البيفوت اللي هي ابسون هنا صفر لان اللي جايين بعد كده الكولومز صفار لان ما كانش فيه اي المنتس ثانيه او كوفيشنز ثانيه. الاس اس زيرو دايما بتطلع هي الرقم اللي فوق هنا دي بعد ما نعملها هتطلع بتساوي الكولومز.
يبقى الكون عندي دلوقتي الرو الجديد ان ترمز اوف ايه اوف ابسلون. وبعدين بشوف الابسلون ديت هتعامل معاها ازاي. الريزلت بتاع الكلام اللي احنا عملناه ده واحد ابسلون ناقص 2 او ماينس 2 ماينس 3 ابسلون على ابسلون و2 وابتدي اتست الايه اللي شغال. ممكن افترض ابسلون دي بوزيتيف او نيجاتيف، في الحقيقه الاثنين هيحققوا نفس الحاجه. اللي هو لو افترضت على سبيل المثال هنا الابسلون بالنيجاتيف يبقى انا بتكلم على واحد، بعد كده الابسلون هنا يعني بتكلم على نيجاتيف يعني بتكلم على بوزيتيف نيجاتيف، بعد كده بتكلم هنا على ايه؟ الابسلون دي تنس تو زيرو، يعني في النهايه المحصله بتاعتي ناقص 2 على الابسلون يعني كانها نيجاتيف على نيجاتيف، يعني انا بتكلم على بوزيتيف ساين هنا، بعد كده بتكلم على ايه؟ على الاثنين دي. بقى انا حصل عندي تشينج من بوزيتيف لنيجاتيف لبوزيتيف، يعني تشينج حصل مرتين، بعد كده بوزيتيف تاني مفيش تشينج. ده افتراضيه. افتراضيه ثانيه ان انا ممكن افترض الابسلون بوزيتيف، تمام؟ هلاقي نفس القصه برضه بوزيتيف بس هنا بوزيتيف، انما بقى المحصله بتاعت دي هتبقى ايه؟ تبقى نيجاتيف 2 لان الابسلون تنس زيرو كومبيرت للاثنين. فيبقى بتكلم على نيجاتيف 2 على بوزيتيف، يعني بتكلم على نيجاتيف ساين، بعد كده بيرجع تاني بقى لايه؟ الاثنين نيجاتيف، سوري نيجاتيف على بوزيتيف لان المحصله نيجاتيف، وبعد كده عندي دي الاثنين دي، يبقى برضه عندي كام تشينج في الساين؟ مره من البوزيتيف للنيجاتيف ومره من النيجاتيف للايه؟ للبوزيتيف. فسواء افترضت الابسلون انها نيجاتيف او بوزيتيف، عدد مرات التشينج بتاع الاشاره هيبقى ايه؟ هو نفس الايه؟ عدد المرات. فبالتالي بيقول لي whether selecting as positive or negative the result is the same where there is two times change in the sign reflecting ايه بقى؟ دي 2 مش 2 عدد، يعني عدد 2 بولز في الرايت هاند بول الرايت هاند بلان while the third is in the left hand. احنا عارفين معادله الدرجه الثالثه، يبقى احنا بنتكلم على ثلاثه بولز منهم اثنين نتيجه ان عندي تغير الاشاره مرتين، منهم اثنين بيقعوا فين؟ في الليفت في الرايت هاند سايد، واحد في اللي الليفت هاند سايد. طيب ناخد مثال تاني. طبعا المثال الاولاني ده احنا كنا عارفينه باي ديفولت، احنا عارفين انه السيستم ان ستيبل نتيجه انه ايه ما كانش فيه اس تربيع وكان فيه اشاره نيجاتيف. الكيس اللي قدامنا دي ما يبانش فيها الكلام ده، يبان فيها انه كل الكوفيشنز موجوده 5 و4 و3 و2 وواحد واس تو دوار زيرو اللي هو الكونستنت كلهم موجودين. فبالتطبيق الكونديشنز بتاعتي الكونديشنز اتحققت كلهم بوستيف كلهم اكزيستنج، تمام؟ لكن خلينا نشوف بقى الايه الاناليسيز هتقول لنا ايه. كون هنا فين كون الكلام دوت هنا 1 و2 و11 2 و4 و5. احنا نقدر نقسم رو كامل على كونستنت فاليو بس بوزيتيف كونستنت فاليو، ما ينفعش اسمها نيجاتيف عشان ما بقاش غيرت الاشاره بتاعت الايه؟ اول اليمنت في الرو ده. فانا اقدر اقسم كل الفاليو دي على 2 فبقى 1 2 5 يبقى فوق هنا 1 1 2 2 مقسومه على البيفوت اللي هو الواحد ده ينتج عنه ايه؟ صفر. بس الصفر دوت عوض عنه بابسون. هنا وقت المجموعه الثانيه كانت 1 1 و 11 5 على الواحد، طبعا مفيش نيجاتيف في الخط الاول. في المحصله بتاعت دوت نطلع صفر. يبقى اول حاجه نطلع لي صفر في الفيرست رو، يعني عشان الناس اللي جت بنتكلم على قلنا الاستابيليتي اللي ابتدينا فيها المره اللي فاتت واتكلمنا على باوس كرايتيريا. واحده من السبيشال كيسز اللي ممكن تظهر لها في باوس كرايتيريا انه انه يظهر لي زيرو اليمنت اول زيرو اليمنت في واحد من الروز وبقيه الاليمنتس اللي في الرو ده موجود. مهم المعلومه ديت لان الكيس الثانيه بقى اللي هي سبيشال كيس الثانيه ان يكون كل الرو مطلع لي زيرو، تمام؟ فسبيشال كيس واحد بيتكلم عن ان الزيرو موجود في الفيرست رو فقط في الفيرست كولوم فقط وبقيه الكولومز عندي بيها ايه؟ ليها قيم. اتكلمنا على ان احنا عشان نحل المساله دي لما يظهر لي الزيرو ده بعوض عنه بقيمه ابسون. ابسون دي تندنج تو انفينيتي سوري تو زيرو تندنج تو زيرو وبكمل المساله
بما يسمى ايبسون دوت لغايه ما اجيب النتائج كلها ان تيرمز اوف ايبسون. ففي الاكزامبل ده على سبيل المثال الناتج بتاعنا كان 1 وايبسون ناقص 2 ناقص 3 ايبسون على ايبسون و 2، يبقى بستعيد عن الزيرو بايبسون واكمل الايه المساله بتاعتي. طيب الفكره في ان انا استخدم الايبسون ده ايه؟ ان انا الايبسون دي هفترض لها شره، يا اما قلنا بوزيتيف او نيجاتيف، تمام. ولو رجعنا هنا للتو كيسز هنلاقي سواء افترضتها نيجاتيف او بوزيتيف انا اللي انا بدور عليه هو ايه؟ اللي بدور عليه حصل عندي تغير في الاشاره كم مره، لان ده اللي بيقول لي عندي كام بول في الايه الرايت هاند سايد. فلما عوضنا مره بالنيجاتيف لقينا انه هيحصل تغير في الاشاره مرتين، لما عوضنا عنها بالبوزيتيف برضه هيحصل تغير في الاشاره ايه مرتين. فايا كان تعويض عن ابسون باشارتها نيجاتيف او بوزيتيف المحصله النهائيه واحده اللي هي نعم مش قيمه، انا مش متفرقش معاها قيمتها، هي قيمتها لو هي كده يبقى بتكلم على اشارتها، لو هي مقسومة عليها يبقى بتكلم على اشارتها، لو هي مجموعة على حاجة كأنها صفر. يعني الكيس اللي هنا دي كل اللي يخصني منها الإشارة. الكيس اللي في المعادلة دي على سبيل المثال ناقص 10 أو ناقص 3 إبسون كومبيرد بأي رقم هي 10 تو 0 أصلاً، تمام؟ فدي كأنها مش موجودة. بس يخصني من الإبسون اللي مقسوم عليها الإشارة بتاعتها. تمام؟ كأني بقول سالب 2 على سالب، ده في الفرضية الأولانية. تمام؟ الفرضية الثانية بقول سالب سالب 2 اللي هي دي برضه. بس كان بقى مقسومة على موجب. فالمحصلة بتاعتي نيجاتيف سنة. فانا يخصني منها الاشارة مش الايه مش القيمة بتاعتها، هي في الاخر 10 تو 0. فزي ما بنقول سواء عوضنا بده او بده الاثنين المحصلة بتاعتهم ان حصل تغير في الاشارة مرتين. طب خلينا نشوف الكلام ده على الاكزامبل الاكبر ده هنا. زي ما بنقول هنا في الاكزامبل الثاني، الاكزامبل الثاني كان فيه نيجاتيف ساين، كان فيه اليمنت مش موجود اللي هو اس تربيع. الحاله بتاعتنا هنا زي ما بنقول المثال فيه من اس لباور 5 لاس لباور 0 كلهم اكزيستنج وكلهم واخدين بوزيتيف ساين، يعني النسيسري كونديشنز موجوده عندنا، لكن قلنا ده مش سفيشنت ان انا اقول ان السيستم بتاعي ستيبل، محتاج اطبق راوس كريتيريا. تطبيق راوس كريتيريا حطينا الحاجات بتاعت اس لباور 5 اللي هي اس تو ذا باور 5 واس تو ذا باور 3 واس تو ذا باور 1، وبعدين قدام اس تو ذا باور 4 في 4 واس تو ذا باور 2 واس تو ذا باور 0، دول اللي انا باخدهم من المعادله الاصليه. وبعد كده ببتدي اكون الايه الاليمنتس الثانيه. اول اليمنت جاي نكونه هنا وقلنا كمان اقدر اقسم روب كامل على كونستنت بوزيتيف فاليو، ولازم تكون بوزيتيف، ما ينفعش اسمع نيجاتيف عشان ما اغيرش اشاره الايه الاليمنت اللي في الفيرست روب. لما اعمل الكلام دوت واجي ابتدي احسب عدد الاس تكعيب هيبقى عندي 1 و2 وهنا هو 1 2 و2 المحصله بتاعت الترمينال دي بصفر، يعني معناها هيبتدي يظهر لي اليمنت هنا قيمته صفر. لغايه هنا ما اقدرش اقفل، لسه محتاج اكمل عشان اضمن انه مش بقيه الرو كله بصفر، انه فقط الاليمنت في الفيرست كولوم هي اللي ايه بصفر. فلما كملنا هنا فعلا 1 و1 و11 و5 مقسوم على البيفوت اللي هو 1 المحصله بتاعتها بايه؟ بسالب 6، يبقى انا او ب 6 ده معناه ان انا عند الاس تكعيب عندي صفر، وبعدين عندي قيمه 6، وبعدين طبعا بقيت الاليمنتس بصفر نتيجه ان مفيش اصلا كولومز ثانيه. فبيقول لي في الحاله دي هعوض عن الصفر اللي ظهر لي هنا في ابسون واكمل المساله بتاعتي. انا عايز احسب سي 1 اللي هتيجي منين؟ تيجي من الواحد والابسون و الاثنين والسته مقسومه على البيفوت بتاعي اللي هو الايه؟ الابسون. والسي 2 ده بتيجي من الواحد والابسون والخمسه والصفر مقسومه على الايه؟ الابسون. وبعدين اروح اجيب الدي اللي هي هيبقى فيها الابسون والسي 1 والسته والسي 2 مقسومه على السي 1. بقيه الاليمنتس اللي مفيش كولومز ثانيه هتبقى بصفار. الفاينل هنا هو دوت الايه؟ ده وده اللي هو سي 1 ودي 1، وهنا هو دي سي 2 سي 1 ونفس الاليمنتس اللي بعديها هنا هو دي الناتج بتاعها اللي هي سي 2 دي الناتج بتاعها 5.
اللي هو 5 ايبسون او سالب 5 ايبسون على ايبسون، فالرقم هنا طلع 5 اللي هو استخدمينه على طول يعني 5 و 0 اللي هو اللي موجود هنا مقسوم على البيفوت بتاعي اللي هو بيمثل لي هنا اللي دي 5 دي يا شباب اللي هي كان المفروض اكتبها سي 2 يعني تمام، بس هي سي 2 اصلا بتطلع 5. طيب لو صفينا الكلام ده بقى في الريزلت بتاعه يطلع لي 1 ايبسون 2 ايبسون ناقص 6 على ايبسون 12 ايبسون ناقص 6 ده دي ناقص 5 ايبسون سكوير على 2 ايبسون ناقص 6 و5 تمام. يبقى انا محتاج ان انا وبقيه التيبل طبعا بتاعي ايا كان محتاج ان انا اعوض دي قيمه الايبسون يا اما حاجه بوزيتيف يا اما حاجه نيجاتيف واشوف اللي ايه التغير في الاشاره كام. فالواحد واحد اللي هي بوزيتيف بوزيتيف، بعد كده الايبسون افترضنا هنا بنيجاتيف هتبقى نيجاتيف. طيب هنا الايبسون كومبيرد من ناقص 6 ده اكتفي، فبتكلم عن سالب 6 على حاجه سالب، سالب سالب هتديني موجب اللي هي الناتج بتاع ده سالب سالب. بعدين عندنا هنا نفس الكلام كل الحاجات اللي فيها الايبسون على الايبسون سكوير دي كومبيرد بالرقم تنس 0، يبقى بنتكلم عن ناقص 36 برضه الكلام ده موجود على ناقص 6 بنتكلم عن نيجاتيف على نيجاتيف. واخر حاجه الفاليو اللي هي بكام؟ ب 5. ما انا بتكلم على ان دي هتتغير لنيجاتيف بعد كده هتتغير لبوستيف، ده تغيير تاني في الاشاره، بعد كده دي بوستيف اللي هو محصلة ده بعد كده بوستيف تاني، يبقى التغير في الاشاره عندي مرتين اللي هو متعلم عليهم بالاسهم تمام. نفس الكلام لو طبقنا الابسون بالبوستيف 1 1 الابسون هتبقى بوستيف المره دي. طيب ان هو لو بوستيف يبقى ناقص 6 على حاجه بوستيف يبقى بتكلم سالب على البوستيف بيدينا سالب في النهايه. بعدين برضو نفس الكلام هنا سالب 36 على سالب 6 ده هيدينا بوستيف تمام. بعدين الخمسه يبقى انا بتكلم برضو على تغير من موجب لده المحصله بتاعته سالب لموجب مره ثانيه، يبقى في تغيرين اللي هم متعلم عليهم بالايه بالاسهم اللي موجوده عندنا. يبقى انا معناه المحصله اللي انا عايزها هي هي اللي هي سواء ان انا كنت عوضت بالابسون بالسالب او بالموجب نتج عندي تغير في الاشاره مرتين اللي هو يكافئ ان انا بقول ان السيستم ده لا لا بديك بس بنسبه بس ان احنا ما تفرقش معانا ان احنا نعوض بيها تمام. لا طبعا انت يعني يكفيني ان انت تعمل ايه الاثبات مره واحده بوزيتيف او نيجاتيف. طيب ده يقول لي ان انا عندي تغير في الاشاره مرتين لسيستم 5 بولز، يبقى منهم 2 بول موجود في الرايت هاند سايد و3 بولز موجودين في الايه؟ في الليفت هاند سايد. طيب السبيشال كيس الثانيه اللي هي احنا الكلام بتاعنا كله دوت كنا بنتكلم على انه يا اما يبقى عندي بعض البولز في الرايت هاند سايد لما يبقى في تغير في الاشاره بيساوي عدد مرات التغير في الاشاره، وبقيه البولز كلها بقول انها موجوده في الايه؟ في الليفت هاند سايد. ما اتكلمناش على بولز انها تقع على الجي اوميجا اكسس، ممكن يبقى عندي ايماجينري بولز بتقع على الجي اوميجا اكسس. الكلام ده يحصل امتى؟ يحصل لما يبقى عندي رو كامل طالع قيمته بايه؟ باصفر، اللي هو الكيس رقم 2 بيقول لي رو وذ اول اليمنتس ايكوال تو زيرو. ذيس كيس اوكيرز وين ذير اكزيستس بيورلي ايفن اور بيورلي اود فاكتورز اوف ايه؟ بولينومال. يعني البولينومال بتاعتي لو قادر افكها على الشكل انه يبقى عندي even factor زي اس سكوير مثلا زائد 4 مضروبه في اس سكوير زائد 24 اس زائد 3 فده even factor، او ان انا يكون عندي odd factor لانه في الحقيقه الاود factor في النهايه هو even factor برضه. لو عندي اس في ضمان 5 زائد 2 اس تكعيب زائد اس، لو خدت الاس كومن فاكتور يبقى بتكلم على اس اس 4 زائد 2 اس تربيع زائد 1 تمام. فكل الاحوال سواء كان على الفورم ده الفورم ده ده يكافئ ان انا كاني عندي ايفن ايه فاكتور. الايفن فاكتور ده الناتج بتاعه انه ان البولز بتاعتي لازم تكون موجوده كالاتي سيمتريكال حوالين الجي اوميجا اكسس بتاعي، بمعنى انه على سبيل المثال دي امثله رقميه عشان نثبت الكلام ده اس تربيع ناقص 9 يعني معناها ان البولز بتاعتي زائد وناقص 3 ريال فاليوز، واحد على الشمال ناقص 3 واحد على اليمين زائد 3 تمام، او اس تربيع زائد 9 يعني معناها ان انا بتكلم على اس 1 2 ايماجينري زائد ماينس جي 3 يعني موجودين على الجي اوميجا اكسس سيمتريكال حوالين برضه جي اوميجا اكسس او حوالين الاوريجن عشان يكون ادق يعني كانت سيمتريكال حوالين الاوريجن قيمتها زائد جي 3 وناقص جي 3 تمام. يبقى لازم يظهروا
سيمتريكال بالشكل. حتى لو رحنا ليه حاجات اعلى شويه اس اس 4 لو جبنا الروت بتاعت اس اس 4 دي هنلاقيها ماينس 0.7 كذا مثلا زائد جي 1.272 والثاني بوزيتيف 0.78 زائد او ناقص الايه الجي 1.27 اللي هو تمثيلها بالشكل انه كلهم سيمتريكال حوالين الايه الاوريجين سواء كان البعد على الريال او البعد بتاع الايه الجزء الايماجيني. تمام؟ فوجود ال even factors يعني لو انا المعادله بتاعتي يطلع منها even factors زي ما قلنا زي الفورم بتاع الاس تربيع دوت زائد 4 او مثلا اس اس 4 زائد 2 اس تربيع زائد 5 لو في even factor اقدر اخد الكومن فاكتور من البولينوميال بتاعتي ده اكيد هيكون الناتج بتاعه انه ان انا عندي بولز موجوده سيمتريكال حوالين الاوريجين سواء كانوا ريال كانوا ايماجينري او كانوا كومبلكس بس ايه ديستريبيوتد بالشكل ده. انا بدي اعمل صح بس عشان انتوا امتحان كنا كلمنا يوم 2 ديسمبر وبعدين كان ان ايرلي سيكشن فانتوا عندكم مشكله فيه يوم 2 ديسمبر ده كان يوم المحاضره صح؟ فاحنا كنا بنتكلم ان احنا نخليه يوم السكشن. في عندكم اعتراض ولا عايزين تعملوه يوم يعني انتوا عايزين تثبتوه نفس يوم الثلاثاء يعني؟ طيب ماشي نبلغه بس. في محمود طيب اكزامبل هنا بيقول عندنا اس تكعيب زائد 2 اس تربيع زائد 4 اس زائد 8 ف برضه تاني بقول ان الكونديشنز بتاعت الاستابيليتي موجوده النيسيسري كونديشنز موجوده اللي هي ان كل الفاكتور الكوفيشنز بتاعت الاكسبوننشز موجوده وكلها واخده نفس الاشاره في وسط الحاله. طيب ومعلومه لينا احنا بقى لو حللنا الاس تكعيب ده 2 اس تربيع زائد 4 اس زائد 8 فهي تطلع اس تربيع زائد 4 في اس زائد 2 يعني احنا عارفين من الاول انه في عندنا هنا ايفن فاكتور للمعادله دي طبعا ما لهاش علاقه بالطريقه بس احنا بنقول معلومه مسبقه في حل المساله. احنا بنقول هنا بقى ايه الظهور هنا في ايه ان انا عندي بولز ممكن تكون موجوده على الجي اوميجا اكس. في الحقيقه الوضع هنا بيقول ايه بقى؟ بيقول انه لو عندي ايفن فاكتور بالشكل ده لما هيظهر حاجه في الرايت هاند سايد يعني لما يظهر عندي تغير في الاشاره مره لازم يقابله تغير لازم يقابله بول كمان في لما يظهر عندي بول في الرايت هاند سايد لازم يقابله بول في الليفت هاند سايد يعني مع كل تغير في الاشاره هضمن انه عندي واحد في الرايت هاند سايد بس كمان لازم يكون ليه مقابل واحد في الايه؟ في الليفت هاند سايد لان هو بيقول لي في وجود الايفن فاكتورز دايما هيكون سيمتريكال حوالين الاوريجن فما ينفعش اقول ان انا عندي مثلا بول عند 3 ومالوش مقابل بول تاني عند سالب ايه 3 او ان انا عندي بول ده كومبلكس بالشكل ده وملهاش مقابل في الايه في الرايت هاند سايد. فعدد البولز اللي هتطلع في الرايت هاند سايد لازم يكون ليها مقابل عدد بولز في الليفت هاند سايد لما يكون عندي تغير في الاشاره. طب وبقيه البولز هتبقى ايه؟ هتبقى هي البولز اللي موجوده على الايه الجي اوميجا. خلينا نشوف الكلام ده على الاكزامبل. كل الاحوال السيس هو انستيبل. طيب المعادله هنا بتقول لي ايه؟ بتقول لي اس تكعيب واس اللي هي فيها 1 و4 والاس تربيع 2 و8 وزي ما قلنا نقدر نختصر 2 و8 دي ل 1 و4 برضو ونكمل على كده يطلع لي هنا 0 وهنا كمان قيمته بايه؟ بتساوي 0 يعني الرو كامل عندي ب 0. في الحاله دي بنعمل ايه بقى؟ في الحاله دي بيقول لي كون انه الحقيقه الايفن بولينوميال اللي احنا بنتكلم عليها دي هي اللي بتتسبب في الزيروز اللي بعدها يعني الاس تربيع هي اللي فيها اس تربيع زائد 4 اللي هو الفاكتور اللي احنا جايبينه هنا ده هو في الحقيقه اللي تسبب ان القيمه اللي جايه بعديه بتساوي 0. تمام؟ فبيقول لي ان الايفن بولينوميال دي انا محتاج ان انا افاضلها واعوض بيها في الرو اللي بعديها يعني انا الاس
البي او اس دي اللي هي الايفي بولينوميال، انا مش محتاج ان انا اعمل فاكتورايزيشن، يعني المعلومه مش جايه من اللي احنا كاتبينه هنا، المعلومه جايه من ده، انه الزيروز اللي هتظهر لي هنا المعادله اللي فوقيها على طول هي دي الايفن بولينوميال بتاعتي. تمام، فطلع لي هنا ايه اس تربيع زائد 4، هي دي البي اوف اس اللي احنا مسمينها بي اوف اس هنا، وبيقول لي السوليوشن بتاعها ان انا افاضل المعادله دي، وهي دي اللي عوض عنها منها بدل ايه الزيروز، يعني كان هنا زيرو وزيرو، لا هشيلهم وهعوض عنهم طبعا هنا عشان بس طلع 2 اس، يعني معناها الكوفيشن هنا باتنين وده بايه وده بزيرو، واكمل الشغل بتاعي على كده، فيطلع عندي نوت الايه المحصله بتاعتي 1 1 2 4. بس هتعامل بقى مع دي ازاي؟ هتعامل مع الكلام ده بيزد على الجزء الاولاني اللي هو قبل الايفن بولينوميال، والجزء اللي بعد الايه الايفن بولينوميال. اللي قبل الايفن بولينوميال ده يطلع زي ما يطلع، ممكن يبقى عندي حاجات في الرايت هاند سايد وحاجات في الليفت هاند سايد وعددهم مش لازم ينطبق مع بعض، لكن كل اللي جوه الايفن بولينوميال ده لازم يبقى سيمتريكال حوالين الايه الاوريجن. تمام، يا اما يطلع لي واحد في الليفت هاند سايد فيطلع لازم يطلع قصاد واحد في الرايت هاند سايد، لاما يا اما لو ما كانش في حاجه في الرايت هاند سايد يبقى اكيد ما فيش حاجه في الليفت هاند سايد، وكل اللي طالع لي هنا هيكونوا موجودين على الايه الجي اوميجا اكسس. هو في الحقيقه ده الصح، لانه الكون الروتس بتاع دي اس بتساوي ناقص 2 واس بتساوي زائد ناقص جي 2 بلس ماينس ايه جي 2. ما عملتش اي حاجه، انا بحلل السيستم ده ستيبل ولا لا. تمام، احنا قلنا دي خطوه اصلا المفروض بنعملها اول حاجه، احنا صحيح اخذنا فيها في الكورس لان لازم نفهم اصلا البرفورمانس كده امسك، والسيستم ده محتاج ان انا اشتغل في الكنترولر بتاعي ان اعمل له ستابلايزيشن الاول قبل ما اتكلم على ان انا احسن البرفورمانس بتاعه. تمام، عشان كده بنقول الاستابيليتي دي اصلا دراسه الاستابيليتي دي هي في الحقيقه الفيرست ستيب بعد ما عملت الموديل. اول ما عملت الموديل لازم اشوف الاول هو السيستم ده ستيبل ولا لا، عشان اشوف الكنترولر بتاعي هيبتدي بايه. مش ده مش رايح يحسن برفورمانس، ده الاول عايز يخلي السيستم ستيبل وبعدين يبقى يتكلم فيه ان هو يحسن بقى البرفورمانس سواء ستيدي ستيت او الايه الترانزيت بتاعه. ستابلايزيشن محتاج ان انا الكنترولر بتاعي ده، الكنترولر بتاعي ده عباره عن ايه؟ شويه معادلات هو كمان او سب سيستم هيدخل في الموديل كامل على بعضه عشان يخلي الروتس بتاعته كلها تبقى في الليفت هاند سايد. تمام؟ طيب زي ما قلنا انه هنا فعلا لو حللناهم بغض النظر عن التحليل بتاع الراوس كرايتيريا ده بيقول لي ان الروتس بتاعتي 1 عند اس ناقص 2 وده في الليفت هاند سايد. ده نعرفه منين بقى؟ من الراوس كرايتيريا ده. ايوه هنا دي قصه ثانيه، دي وجود الايفن فاكتور بتاعي ده بينتج عنه ان الرو كله بيساوي سبار. تمام، دي السبيشال كيس ده انا قلت نبهت عليه هناك، ان هناك في سبيشال كيس ان واحد من الروز ظهر فيه زيرو، فانا عشان اقدر اكمل السوليوشن بتاعتي واشوف التغير في الاشاره انا كل اللي محتاجه انه في الرو دوت افترض افتراضيه بحاجه اسمها ايبسلون، واكمل السوليوشن على كده. والايبسلون دي قلنا لو فرضناها نيجاتيف اوكي، فرضناها بوزيتيف اوكي، مش هتفرق ان الاثنين في المحصله بتاعتهم هيدوني حصل تغير كام مره في الاشاره. لكن هنا قبل ما عشان كده انا قايل الكلام ده قبل ما ادخل على سبيشال كيس رقم 2، ان السبيشال كيس دي ما بتظهرش الا لما يكون عندي او لما يكون عندي ايفن فاكتور، والايفن فاكتور ده دايما بيكون معناه انه البولز بتاعتي سيمتريكال حوالين الاوريجن، سواء كانت ريال بولز سواء كانت ايماجينري بولز او سواء كان كومبلكس بولز بالشكل. طبعا كومبلكس بولز مش هينفع يبقوا اثنين بس، لازم يكون اربعه، لانه اثنين هنا لازم يبقى قابلهم اثنين في الايه؟ الناحيه، عشان يبقى في سيمتري حوالين الايه؟ الاوريجن. فما بيظهرش اصلا الكيس ديت انه الرو كله يبقى بصفار الا لما يكون عندي ايفن فاكتور في الايه المعادله بتاعتي. وخدنا المثال ده سمبل اكزامبل في الاول عشان كده، عشان نقول انه اقدر احلله، ده تكاييف تقدروا تحللوه تجربوه بنفسكم، وفعلا يطلع البولز بتاعتي عند بلس ماينس جي 2، يعني موجودين على الايماجنري اكسس وسيمتريكال حوالين الاوريجن، والثالث عند اس بيساوي ايه؟ سالب 2. ده اللي هو احنا بنشوفه فين؟ ده اللي بنشوفه لما بنعمل عمليه التفاضل للايفن بولينوميال. وقلنا الايفن بولينوميال دي انا مش بعمل فاكتورايزيشن ولا حاجه، هي البولينوميال اللي تتسبب ان الرو اللي بعديها بيساوي زيروز. اول ما ظهر عندي ده في زيروز يبقى هي على طول البولينوميال اللي ايه؟
اللي فوقيها تمام. وبتعامل مع الموضوع ازاي؟ بتعامل مع الموضوع على جزئين. الجزء اللي قبل البولينوميال قبل ما يظهر لي الايفن بولينوميال ده بشوف فيه تغير في الاشاره كام مره، وده ملوش ملوش كونديشن يعني عدد التغير الاشارات هيطلع لي عدد في الرايت هاند سايد والباقي هيبقى الليفت هاند سايد تمام. لكن اللي جوه الايفن فانكشن دي لو طلع لي فيه تغير في الاشاره يبقى انا بتكلم على واحد في الرايت هاند سايد ولازم يبقى ليه مقابل واحد في الليفت هاند سايد والباقي يبقى هما دول اللي على الجي اوميجا اكس. تاني المثال اللي قدامنا ده من اس 90 لاس 90 حصل فيه تغير في الاشاره، طيب انا عنديش تغير في الاشاره يبقى هو بول وحيد موجود فين؟ في الليفت هاند سايد. ده بالنسبه للجزء اللي قبل الايفن بولينوميال. جوه الايفن بولينوميال في معلومه انا عارفها اساسيه انه لو ظهر لي حاجه في رايت هاند سايد لازم يظهر قصادها حاجه في الليفت هاند سايد تمام. يعني لو ظهر لي تغير في الاشاره مره، هو الاكزامبل اللي قدامنا ده في اي تغير في الاشاره؟ مفيش اي تغير في الايه؟ في الاشاره. يبقى لا ظهر ما ظهرش في الرايت هاند سايد واكيد ماليش مقابل في الليفت هاند سايد لان جوه الايفن بولينوميال لازم يبقى سيمتريكال حوالين الايه؟ الاوريجن. امال الكون امال الروتس دي هتبقى فين؟ هتبقى على الجي اوميجا ايه؟ اكسس. برضه سيمتريكال حوالين الاوريجن لكن موجوده فين؟ على الجي اوميجا اكسس زي الرسمه زي الرسمه. يبقى لو ما ظهرش عندي جوه الايفن بولينوميال حاجه على الرايت هاند سايد يبقى اكيد كمان جوه الايفن بولينوميال مفيش حاجه على الليفت هاند سايد، ويبقى كل البولز اللي جوه الايفن بولينوميال دي موجوده على الجي اوميجا اكسس. ماشي يا شباب؟ اللي هو زي ما بنقول احنا بنتعامل هنا في الجزئيه دي لوحدها ينطبق عليها الكونديشن دي وما قبله بقى اللي هو ممكن يبقى اس اس 7 اس اس 5 ايا كان، يعني من بدايته من فوق لغايه ما اوصل للايفن بولينوميال كل دوت بتعامل معاه على القديم بقى ان هو كل تغير في الاشاره يقابله رايت هاند سايد بول والباقي من البولز دي في الليفت ايه؟ هاند سايد تمام؟ الجي اوميجا اكسس ما يظهرش غير جوه ايفن بولينوميال لان الجي اوميجا اكسس معناه ان هو سيمتريكال حوالين الاوريجن يبقى لازم يكون واحد من بتوع الايه؟ الايفن فاكتورز. الملخص بتاع الكلام ده واللي احنا قلناه ده كله هو التيبل هنا هو اللي هو بيقول لي انا شوف في كام واحد ناتج من الايفن فاكتور بتاعي. الايفن فاكتور ده لو ظهر فيه حاجه في الرايت لازم يقابله حاجه في الليفت والباقي على الجي اوميجا اكسس. وبعدين الباقي بقى اللي هو ايه خارج الايفن بولينوميال اللي هي الروتس الثانيه دي هتظهر يا رايت يا ليفت، مفيش حاجه اسمها جي اوميجا اكسس بره الايفن ايه بولينوميال. والمحصله بتاعته المجموع بتاعها. فاحنا لو جينا نتكلم على الايفن ما كانش فيه تغير في الاشاره 1 1 2 4 يبقى بتكلم على انه زيرو بولز في الرايت هاند سايد وبالتالي زيرو بولز في الليفت هاند سايد، وكل البولز بتاعت الايفن بولينوميال اللي هي 2 في الحاله بتاعتنا موجودين على الايه؟ الجي اوميجا اكسس. الباقي اللي هو ما كانش عندي اي تغير في الاشاره ما بين اس تكعيب واس تربيع فيبقى ما عنديش ولا بول في الرايت هاند سايد، يبقى البول الوحيد اللي موجود عندي هنا في الليفت هاند سايد. المحصله ان في بول على في الليفت هاند سايد وفي 2 بولز موجودين على الجي اوميجا ايه؟ اكسس.